إذن مشاهدينا الكرام، نلتقي مجددا واليوم الثالث على التوالي في تغطيتنا لفعالية الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي وتكنولوجيا سياد 2022. حقيقة الصالون هذا يعني بدأ تظهر ملامح نتاعو، خاصة وأنه يعني الندوات والأيام الدراسية والورشات كان لها النصيب الأكبر من هذا الصالون. باش نحكوا في الحلقة نتاع اليوم على الندوة اللي عملها ديوان تربية الماشية، ويحضر معنا السيد رضا الحسومي المسؤول على تربية الماشية وتوفير المرعى في صالون هذا. أهلا بك سي رضا، شرفنا اليوم. مرحبا. مرحبا بك على قناة المنارة الفلاحية. سي رضا، اليوم الصباح عملت ندوة صحفية، لو تعطينا فكرة على الندوة اليوم، لا سيما وأنها تعتبر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الموارد العلفية والرعوية. شكرا، وشكرا لقناة المنارة الفلاحية على الاستضافة، وتم راكم شركاء من قبل وشركاء ديوان في أي عمل صحفي. مشاركة الديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في الصالون الدولي هذا الاستثمار مشاركة بثلاث حوايج. مشاركة أولا بجناح مخصص متاع ديوان تربية الماشية، اللي هو أردناه فرصة للمستثمرين في القطاع والوليدات الصغار والناس اللي تحب جاية من برا تحب تستثمر، بيناتهم الأجانب أو عمالنا بالخارج، باش يتبادلوا الآراء مع فرق وناس مختصين في المجال اللي موجودين في جناح الديوان طيلة الأربع أيام هذوما. الركن الثاني هو اللي جبت عليه سيادتك، هي الندوة اللي اليوم نظمها الديوان الصباح، وغدوة في آخر يوم العشية فما حصة تطبيقية حول استعمال آلات الفرم الأعلاف والفواضل الزراعية، نرجعوا لها في بعد في النقاش. بالنسبة لندوة اليوم، احنا اليوم تونس ماهيش في منأى عن الوضعية العالمية، قاعدين نعيشوا في الوضعية العالمية ونعيشوا في مازلنا في آثار الكورونا، وتخلط علينا الحرب الأوكرانية الروسية اللي انعكست بالسلب على عديد دول العالم، سواء على مستوى المواد الغذائية كيف الزيت وكيما البترول وكيما الحبوب، وكذلك بالسلب انعكست حتى على الموارد العلفية، خاصة أنهم هذه الدول العظمى في إنتاج الذرة وفي إنتاج الشعير وفي إنتاج القمح وإلى غير ذلك والكتانية. اليوم احنا حابين نتقابلوا ناخذوا راي متاع ثلة من الخبراء، الوضعية متاع القطاع العلفي في تونس، إمكانية استغلال أجدى لبعض الفواضل الزراعية من خلال إيجاد تركيبات جديدة مع البحث العلمي في ظل الوضع الجيوسياسي عالمي. اليوم احنا قلنا شنو موقعنا، ما تنساوش اللي احنا تقريب مواردنا العلفية تغطي حوالي 75% من استهلاكنا، دونك فما 25% عندنا نقص، عندنا زيادة في القطيع أكثر من الحجم تاع المساحات الرعوي، لكن في المقابل عندنا برشا فواضل زراعية اللي مش مستغلة، اللي هي فواضل الغابات، الجريد، فواضل التمور، فواضل معامل الطماطم، فواضل الجعة، فواضل معامل السكر، فواضل التبن إلى غير ذلك. ورغم المجهود الكبير اللي بذلوا الديوان خلال السنوات الأخيرة خاصة على مستوى البذور العلفية، لأنه احنا ما كنا تقريب بلدي ورد تقريب 100% أو 90% من حاجيته من البذور العلفية 10 سنوات التالية. اليوم فما مشروع في الديوان اللي هو بمقتضى اتفاقيات بيننا وبين الفلاحين، دونك ينجونا البذور ونخلصوهم احنا، وعنا مراكز متاعنا أولهم مركز الكرين في القروان لأكثر البذور، دونك لموا احنا البذور منهم الفصة منهم البرسة منهم السلة منهم إلى الزيوان. يعني النقطة ذي وقع تركيز عليها اليوم في ندوة اليوم في الصالون الدولي، بالضبط اليوم وقع التركيز على هو اليوم ضمت 11 ولا 12 مداخلة، فما مداخلات بتاع البحث العلمي، فما مداخلات خذينا تجارب متاع بعض معامل العلفة، وخذينا تجارب زادة متاع الديوان فيما يتعلق باستعمال الفواضل الزراعية هذه، وإن شاء الله باش نعموها خلال الأيام القادمة. ونربطك بالحديث غدوة مثلا استكمال اليوم هو الديوان تو قاعد نشريو في الماكينات هذوما نتاع الجرش ورحي الأعلاف والفواضل، هي الفواضل، ونقدموا فيها حتى مدعمة من طرف الديوان باش الناس كل تولي تخدم بها. لأنه باش نعطيك مثال بسيط جدا، مثلا تقول بالة تبن تمدها للحيوان، ربما البالة توزن 20 كيلو ياكل منها كان 5 ولا 7 كيلو، البقية تمشي خاطر كلها كل قصبة وخشينة على الماكلة طريقة الهضم تاعو. دونك أساسا كي تجرشها بالماكينة وتهبطها له جويدة تقريبا الاستهلاك 100%، دونك ينقص علينا الاستهلاك.
وإلى غير ذلك كيف هما كيما فواض اللوحات التمور الجريد كي تعطيهم مجروشين شويه دجوات ونزيدوهم شويه بعض في بعض التركيبه العلفيه نتاعهم دونك نحسنوا المردوديه ونحسنوا الهضم ونحسنوا رغبه الحيوان في الاكل فهمتني ونفس هذا في نفس اليوم زاد وقع تقديم استعمال اليوريا كماده لتحسين الهضم عند الحيوان دونك على التبن اللي هو احنا نقولوا التبن المعالج باليوريا زاد التجربه ناجحه مليح مليح في تونس وتو باش يقع تعميمها لانه في الوقت الحاضر يلزمك تعمل على المنتوجات نتاعك وجميع الوسائل المنتوجات المحليه المتاحه كل شيء يلزمك تستغله اذا باش نقعدوا اليوم في الوضعيه الحاليه ونستناو من برا واليوم بطو جا واليوم بطو ما جاش وبطو خلص وبطو ما خلصش مع الزيادات اللي صايره في العالم راهي زيادات توا بنسبه من 50% فما فوق. ربما علاش نحن نعملوا في الصالونات هذه؟ الصالونات الدوليه هذه ربما للانفتاح على الاسواق العالميه وايضا جلب مستثمرين وثانيا طرح الاشكاليات اللي يعاني فيها القطاع الفلاحي في تونس والاستئناس بالتجارب اللي جايه باش نحن نتلافاو الاشكاليات هذه. طبعا احنا ديما منفتحين على التجارب الدول الاخرى رغم اعتقد انه تونس عندها من الامكانيات ومن الباحثين ومن المرشدين تجارب كبيره ياسر خاطر اولادنا اليوم تلقاهم خبراء في عديد الدول الاوروبيه والافريقيه والاسيويه دونك هذوك اللي هما بيدهم نجموا نستغلوهم هنا في بعض المؤسسات البحث العلمي اللي من شانه على الاقل تنعكس بالايجاب على وضعيه قطاع تربيه الماشيه اليوم كانت فرصه من خلال الندوه باش الناس كل تبدلنا الافكار لانه احنا الديوان منفتحين على الافكار الكل كمؤسسه هي اللي تشرف تاثر القطاع من نحله حتى الجمل هذه مؤسسه مهام ديوان تربيه الماشيه دونك ما يعنيش اللي احنا باش نخدموا حدنا يلزمنا ننسقوا مع معامل العلفة اللي هما شركائنا مع مؤسسة البحث مع مؤسسة الإرشاد إلى غير ذلك ننسقوا معاهم الكل وحتى كان عندنا جانب مثلا اللي احتمال ما وقعتش عليه بحوث علمية دونك احنا مهمتنا نقدموه للبحث نشوفوا فيه شكل كما اليوم سي هشام بن سالم قدم مداخلة على استعمال لازولا لازولا اللي هي تكنيك جديدة دونك ستيوم بكتيري اللي تعمل ملتيبليكاسيون تري رابيد ومصدر البروتينيات للحيوان المشترك اكيد هو يعني جناء ولا يعني قطاع تربيه الماشي هو قطاع كبير برشا فيه الحيوانات فيه اللحوم فيه الدواجن الالبان فيه كل شيء فيه بالضبط وما تبعها يعني اكيد هذا يعني موضوع كبير برشا يعني وانتم ربما كمشرفين على القطاع هذايا اكيد عندكم خدمه جباره قاعدين تقوموا فيها وفما العديد من الاشكاليات قاعدين تعانوا فيها والفلاح زاد كيف الحلقه الاضعف الحكايه هذه كلها خاصه ان احنا نعرفوا السنوات الاخيره يعني شح الامطار والجفاف يعني كيفاش انتم تعاونوا تنجموا تعاونوا الفلاح هذا شوف احنا سبقنا حتى قبل عملنا ندوه حول تاثير التغيرات المناخيه على قطاع تربيه الماشيه بصوره خاصه اليوم ما يخفقش العالم يعيش وضعية صعبة سياسيا ووضعية صعبة حتى على مستوى المناخ اليوم تشوفوا في الأمطار مرة تصب مطر متاع شتاء كامل تصب لك في نهارين فهمتي وفما فترات تجيك بطر جفاف كبيرة اليوم العالم الكل يعاني من التغيرات المناخية وإحنا قرينا حسابنا الحكاية دي قاعدين نحاولوا نتأقلموا كما قلت أنت نلوجوا في الوضعيات نلوجوا في باش على الأقل نحافظوا على القطيع متاعنا سواء الأغنام سواء الأبقار لغيره خاطر ضمان كرامة الشعب التونسي هو في إنتاجه المستهلكات والأغذية متاعه هو لأنه قدوة تستحق حليب معاش تلقى تستحق عظم معاش باش تلقى تستحق في العالم الكل كل واحد عنده أزمة عايشها وحده ذاك شفتوا أزمة القهوة والتاي وخلط عليها الحليب والعظم ما نقصروش فقط ربما على التوريد اللي يصير من الدول العربية كأن نحن سامحني في الكلمة يعني نشحتوا فيها يعني من المفروض خاطر نحن عدنا أرض ثرية نجموا يعني ممكن يعني نقول يعني العالم هو ولا قرية صغيرة مع بعض والناس كل تاخذ من عند بعضها دونك حتى عندك نقص في الحليب ناخذه نفضل أن ناخذ من عند جيراننا وما ناخذوش من الدول الأوروبية نقص وهما ياخذوا من عندي وإلى غير ذلك وهذاك علاش احنا نحرصوا على الأقل باش نكونوا احنا الدولة كما كيفاش نجموا تساعدوا الفلاح من ناحية هذه السريرة؟ شوف تدعيم أنا سامن ديما نقولها تحية الفلاح التونسي خاطر وقت فما ندوة عملها ديوان تربية الماشية عندها عام وحضرتوا فيها هذا اللي معنا هو تأثير الكوفيد على قطاع تربية الماشية خلاصة القول أنه فك العام الكوفيد لا تأثير الكوفيد على قطاع تربية الماشية وإذا لا تأثير الكوفيد على قطاع تربية الماشية لأنه تحية المربين بتاعنا والفلاحة اللي وقت الكوفيد قاعدوا يخدموا رغم
الصعوبة في وجود اليد العاملة والصعوبة في التنقل والصعوبة في إيجاد الأدوية والغلاء المكثف اللي صار لنا في الدويات وإلى غير ذلك. ورغم الفترة هذيك تسمت بوفرة إنتاج خضر وغلال ولحوم وألبان وبيض إلى غير ذلك، والإنتاج موجود. دونك هذا ما فيش حتى نقاش. وأنا من ناحية المبدأ ديما نقول الدعم اللي باش نعطيه الغيري عند التوريد نعطيه الفلاح التونسي، سواء على مستوى الدعم على مستوى منح تشجيعية، لأنه اليوم كدعم فلاح متاعك على الأقل تضمن غذائك واستبلتك. أنا البقرة اللي تتكلف لي اليوم 9.10 ملايين هي فيها منحة 30% من عند الدولة. أنا كنتمنى وكان نعطيه 50% نعطيه 60% المنحة، نعطيه له عام برك وهو يقعد ينتج بها كالبقرة هذيك، ويقعد يجيب في العظم ويقعد يجيب في الحبوب ويقعد إلى غير ذلك. اليوم أنا اليوم درنا ورجعنا ولينا نحب نشجع قطاع الحبوب باش نحقوا الاكتفاء الذاتي اللي احنا نسبيا ديما نحقوا بين 60-70-80%. دونك عمره ما كان عندنا اكتفاء ذاتي في الحبوب. دونك توسنا هاي فما سياسة الدولة وتوجه الوزارة. احنا السي رضا أن العوامل المناخية لها تأثير كبير خاصة على الانتاجية خاصة، باهي الفلاح ربما يعاني من ناحية أخرى من الأعلاف وما أدراك ما الأعلاف. بالأعلاف بلاش أعلاف الفلاح ما نجمش يتحرك، يعني فما يعاني من النقص في المادة هذه، وأيضا من جانب آخر يعاني يعني من غلائها ما يهدد المنظومة. شنو تعمل بالضبط؟ احنا توا في الأعلاف أو الأعلاف احنا فما 3 و4 حالات اللي خذينا قرارات وقاعدين نطبقوا فيهم. اولا ديوان تربيه الماشيه، اول مبدا نحاولوا باش نوفروا بذور علفيه تونسيه بسعر مدعم. الفلاح يدفع تقريبا 70% و30%، وفما فلاح صغار نعطيوها لهم مجانا البذور العلفي. دونك هذا على الاقل باش نضمنوا مستوى نتاع انتاج علفي موجود. كذلك هو قلت لك استعمال اجدى للفواضل الزراعيه. احنا ماذا بينا الفلاح ماكلت بقرته من انتاجه المحلي، خاطر كان قد ما يشري من برا قد ما تكلف له يترك الحليب غاليه. دونك نحبوه انتاجه هو، ونحبوا يستعملك الفواضل الزراعيه لانهم مصادر كبيره نتاع طاقه ونتاع بروتينيات. نحبوا الفواضل نتاع النخيل، الفواضل نتاع الطماطم، فواضل التبن، كان عنده فواضل نتاع خضر يبيع فيها نتاع بسباس اسفناري الى غير ذلك. هذاك الكل احنا نوريو كيفاش يوكلها وندخلها في العليقه وينجم يستعملها باش يضغط على كلفه الانتاج. لانه غدوه الفلاح اذا ما يلقاش كلفته وما يلقاش مصاريفه اول حاجه باش يتخلى على النشاط هذاك. اذا تخلى على النشاط باش يولينا نقص في الحليب ونقص في العظم ونقص في اللحوم. هذا سموه نحن تدخل ربما ديوان النهوض بالقطاع ومساعده مختلف المتدخلين في المنظومه. هذا هو بالضبط. يعني احنا نحاولوا اليوم حتى تو الديوان عنده بخلاف على مستوى الانتاج. دونك حتى الحليب بيدو مدعم من طرف ديوان تربيه الماشيه اللي يتلم على مستوى مراكز تجميع الحليب ويمشي للمعامل. هذاك فما منحه نعطيه على كل ايترا ترجع بين المركز والفلاح بيدو باش يلقاو رواحهم في الكلفه. وتوا هاكم تشوفوا فما نقاشات قاعده تصير على مستوى الوزاره ورئاسه الحكومه، هو كيفاش نداركوا الطرف زياده في الحليب باش نحميوا الفلاح نتاعنا. خاطر الوقت اللي نتقاولوا حتى احنا وبينا بالمهنه فما حديث بين 300-400-500 ملي لتر حليب. دونك سيقع تحديدها وسيقع اللجوء للزياده في اللتر نتاع الحليب ان شاء الله، فهمتني، على الاقل حمايه اللي مصالح الفلاح. خاطر انا شخصيا قدوه كمستهلك تونسي نقول اما خير نلقى لتر ب 2000 ولا 1800 ولا ما نلقاش الحليب ولا 1500، يلزمني نلقى الحليب. خاطر غدوه اليوم حتى كان تطلب الحليب من الخارج ما تمشيش تلقاه. العالم الكل تشجع ربما على الزراعه التقويه سي رضا؟ نعم تشجعوا على الزراعة التقوية؟ شيء طبيعي، الزراعة التقوية احنا نشجع الفلاحة متاعنا الكل، وقاعدين نحبوا البقر في المناطق السقوية هذايا في إطار فلاحة احنا نسميها مندمجة اللي فيها الحيوان وفيها الخضرة وفيها الغلة وفيها كل شيء باش ينجم. خاطر الزراعة السقوية هي أكبر ضمان للإنتاج في عندك منطقة سقوية، معناها عام كامل 12 على 12 وانت عندك الانتاج نتاعك. هذا هو ربما موضوع آخر ما نتبعوش برشا، بس طرت وتعليب حليب الإبل هذا إنتاج يعد إنتاج حيواني، هل ثم دفع للاستثمار في المجال هذايا؟ بالفعل أنا باش نعطيك بعض الأرقام. احنا في تونس أول القرن عندنا تقريبا 100,000 ناقة. في آخر الثمانينات والتسعينات ولا أول التسعينات وصلنا تقريبا الأقل من 10,000 ناقة، فما 90,000 اندثروا. دونك وقتها الديوان من واجبه أنه يتدخل باش يحمي القطيع. فعملنا مشروع هو حماية الإبل وتطوير قطاع الإبل بالجمهورية التونسية. بيناتهم بعض التشجيعات أسندناها للمربين الإبل كتربية البكاري، معناها كي رباها ياخذ عليها منحة، منحة تسمين القعود،
باش يوليوا يستحفظوا على القعود، ودخلناهم شويه في الصناعات التقليديه. واليوم وعملنا لهم خاصة اللي وفرها هو الديوان الإمكانيات هي المشارب نتاع الصحراء، لأنه اللي بل تشتكي هي والمربين من ظروف صعبة وصعبة جدا في الصحراء. فالديوان تكفل بحفر أبار عميقة وعملنا مشارب في الصحراء الإبل الذي دونك صار اللي بل رجع القطيع تقريبا توا حاليا في حدود 90,000 ناقة في تونس، واللي أنا نعتبره فخر للديوان وفخر لتونس باش وصلنا للقطيع هذا واستحفظنا عليه. في المقابل دونك ظهرت عنا نشاط آخر اللي هو حليب النوق. دونك اليوم قلنا احنا كالنوق بصفة عامة الجمعة تاع الناقة هو النوق، دونك قلنا هات ناخذوا الحليب هذا وأون لو فالوريز، لأنه حليب منصوح به صحيا وغذائيا خاصة لمرضى السكر، والناس تحبه. تقريب الليترة نتاعو تتراوح من 8 حتى 10,000 تقريبا 4 ولا 5 مرات يمكن سعر حليب البقري. فسعينا من خلال تركيز زوز وحدات لتعليب الحليب، واحده اللي صايره توا في التطاوين والثانيه باش تصير في توزر، وممكن فما واحده اخرى في بنقردان. دونك ومعاهم حتى مسلخ صار في الجنوب للقعدان مختص اختصاص في ذبيحه القعدان، واليوم فيهم زوز وحدات تخدم، وقاعد حليبهم حتى طالع للشمال هنا موجود. والفلاحة فرحانة ولاقين رواحهم، ولات النشاط اللي حتى الصغار يحبوا يواكبوه ويحبوا يستثمروا فيه. وإن شاء الله على كل حال احنا على الدعم وعلى كل شيء للمربين هذوما. راهو ما بين قوسين أصعب نشاط فلاحي هو نشاط تربية الماشية. نشاط تربية الماشية هو البقر والإبل والغنم، لأنهم هذوما تقريبا يطلبوا وجود الفلاح 24 ساعة على 24 ساعة، 30 يوم على 30 يوم، 365 يوم على 365. هما الفلاحين الوحيدين تقريبا في الاختصاص المربين اللي ما ياخذوش كونجي العام كامل. دونك ما الصغار يمكن هنا تو قاعدين نشجعوا فيهم باش على الأقل نقولوا هما ياخذوا يأمنوا المشعل على الكبار. لأنه يعني الصغار تعرف تو ما يحبوش الحسرة برشا وما يحبوش الخدمة برشا. القطاع إذا غدوا ما تخلقلوش أنت حوافز للوليدات هذا هو حوافز وتشجعوا استراتيجية على المدى البعيد المتوسط. وهذا هي اللي تغيرت الحاصلة، هذه اللي قاعدين ننسقوا احنا ومع الوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية وبين الديوان وبين وكالة الإرشاد الفلاحي باش الصغار هذوما نستقطبوهم خير من اللي خاطر يطمعوا في الحرقان ويطمعوا في أوروبا. اليوم غدوة وقت اللي الدولة تعطيه تشجيعات وتعطيه الواحد مليك مش يعمل على روحه ويعمل ويقعد في بلاده ويخدم على روحه ويلقى نحبوه زاده يلقى فلوس ويلقى مداخيل محترمة اللي تعيش. إن شاء الله سيري ذا نحن نأملوا أن الشباب خاصة المستثمر في المجال الفلاحي أنه ينحل المنحة هذايا، خاطر نحن بلاش فلاحتنا من نجمه نعملوا حد شيء. شكرا شكرا ليك سيري ذا الحسومي المسؤول على ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في الصالونة الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيارة 2022. شرفت اليوم بحضورك في قناة المنارة، شكرا ليك على كل هذه المعطيات اللي مدتنا بها. عايشك سيدتي الكريمة، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا من برنامج من حواراتنا لتغطيتنا لصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيادة 2022. نحن نعرف أن تربية الماشية يعني من أهم القطاعات اللي في تونس اللي عمل عليها الفلاح والمهنيين. إذن مشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعة ونلتقي.